بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. طبعا الوسط الرياضي والساحة الرياضية في الأيام الأخيرة وفي الساعات الأخيرة لا حديث سيعلو على طبعا الأزمة اللي تعرض لها أحمد رفعت وتوفى خلال الأيام القليلة الماضية، ويمكن أزمة صحية تعرض لها اللاعب في الفترات الأخيرة. وحلقة امبارح بالتأكيد من برنامج الترند كانت بتناقش وبتتكلم في الأيام الأخيرة والحالة الصحية لحالة اللاعب، وبالطبع استعرضنا من خلال برنامج الترند كل التويتات وكل التعليقات اللي كانت على السوشيال ميديا من أفراد الجهاز الفني واللاعبين والمدربين والمسؤولين، اللي بيتم من خلال هذه التعليقات نعي فيها للاعب أحمد رفعت. ربنا يرحمك يا أحمد، وبإذن الله في الجنة بإذن الله. النهارده بالتأكيد في ردود أفعال على هذا الموضوع، وفي بيان صدر من وزارة الشباب والرياضة، وفي أمور كتيرة أكيد بتتضح للرأي العام في الساحة الرياضية تعليقا على هذا الموضوع. أكيد النهارده هنتناول الموضوع وهنتكلم في بيان وزارة الشباب والرياضة، ونشوف الوسط الرياضي إزاي ممكن يستفيد من الأخطاء اللي بتحصل في المنظومة، وإزاي الأخطاء دي إزاي يتم تداركها، وازاي ما تاثرش على اللعيبه وما تاثرش على المنظومه، لان بصراحه المنظومه بشكل عام محتاجه حاجات كتيره تتغير وتتعدل. احنا هنا على مدار حلقات برنامج الترند بنتكلم في مشاكل كتيره، قليل جدا لما بنتكلم في الكوره، لان ما فيش مساحه انك تتكلم في الكوره نتيجه كم الازمات والمشاكل اللي بنشوفها في الوسط الرياضي، مشاكل في اتحاد الكوره، ومشاكل في المنتخبات، ومشاكل في المسابقات، ومشاكل في التحكيم، ومشاكل في الرابطه، ومشاكل في الدوري، ازمات كتيره جدا. وشايفين يمكن اخر شهر او شهرين مشاكل حصلت بمباريات اتعادت وما اتعادتش، مشاكل في حكام راحت ملاعب وحكام ما راحتش ملاعب، مشاكل في لاعب سقط وكان لا قدر الله ممكن في وقتها من 3 شهور كان يتوفى نتيجه عدم وجود التجهيزات الطبيه وعدم وجود جهاز الصدمات عشان انعاش عضله القلب للاعبين في المباريات. حاجات كتيره جدا مفتقدينها في الوسط الرياضي، ودايما مشاكل بنعدي عليها وما بيتاخدش فيها قرارات وما بنشوفش حلول للفتره اللي جايه. هنحاول على قد ما بنقدر، احنا هنا في برنامج الترند بنتكلم في المشاكل دي على قد ما بنقدر وعلى قد المساحه اللي ممكن نتكلم فيها، بحيث ان على الاقل يكون في قرار يقدر يعيد المنظومه من جديد لصوابها، عشان الوسط الرياضي لازم يكون في قدوه تؤثر بشكل ايجابي على المجتمع. ميزه الرياضه او ميزه الكره تحديدا ان هي اكتر جهه ممكن يبقى فيها قدوه الشباب يقتدوا بيها، لكن الفتره الاخيره اكيد الشباب في الشارع او الناس في الشارع مش شايفه في الوسط الرياضي مين ممكن يبقى قدوه ليه في الفتره اللي جايه، نتيجه المشاكل الكتيره اللي بتتصدر، نتيجه القرارات الغلط الكتيره اللي بتتاخد، نتيجه حاجات كتيره جدا بنشوفها للاسف ما بيتاخدش فيها قرار. النهارده الوزاره اعلنت في بيان رسمي ان هيكون في تحقيق. عموما في سياق الحلقه هنشوف النهارده الفقرات اللي معانا والموضوعات اللي احنا هنتناقش فيها. كمان عندنا المنتخب الاولمبي بيستعد للسفر يوم الاربعاء، عندنا مباراه مهمه جدا بكره في الدوري مع طلائع الجيش، عندنا النهارده قضيه جديده في سلسله التخبط الاداري اللي احنا بنشوفه في المنظومه بشكل عام. القضيه مش كوره بس، النهارده فريده عثمان وعبر حساباتها الرسميه بتعلن ان هي لن تشارك في الالعاب الاولمبيه في باريس. اسباب ده ايه؟ المشكله دي عند مين؟ ازاي لاعبه بتتحضر بقالها فتره وبتشارك في دورات مهمه بقالها فتره وكانت موجوده في دوره طوكيو، اللي خلاها ما تبقاش موجوده ومؤهله للمشاركه في باريس؟ كل التفاصيل دي اكيد هنناقشها النهارده في برنامج الترند. ولكن نبدا حلقتنا بسؤال حلقه النهارده، وعايز اسال حضراتكم توقعاتكم ايه لنتيجه مباراه الاهلي وطلائع الجيش غدا في بطوله الدوري، ومين ممكن يسجل الاهداف؟ تقدروا تشاركوا معانا في الاجابه على السؤال، توقعاتكم للنتيجه والاهداف مين ممكن يسجلها، من خلال صفحات القناه عبر السوشيال ميديا. وفي الجزء الاخير هستعرض اكبر قدر من توقعاتكم في الفقره الاخيره من برنامج الترند. لكن نروح دلوقتي لاهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، معسكر مغلق للفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غدا. وكمان وزارة الشباب والرياضة تقرر فتح تحقيق في ملابسات سفر أحمد رفعت. وأخيرا فريدة عثمان تعلن عدم تأهلها إلى أولمبياد باريس. نستعرض معاكم مباريات اليوم النهارده، جوله جديده من مباريات الاسبوع ال 29 واللي كان المفروض يتاخد فيه قرار بالتاجيل ولو لعده ايام، ولكن المباريات استؤنفت بالامس واليوم، والنهارده كان الساعه 4 في مباراه اتلعبت ما بين بلديه المحله والمصري على استاد برج العرب.
وانتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف مقابل لا شيء. الساعة 7 في مباراتين، الجونة وعلى استاد خالد بشارة هيستضيف سيراميكا كليوباترا، وفي نفس التوقيت الزمالك يستضيف الإسماعيلي. دي مباريات اليوم من الدوري المصري. النهارده مفيش مباريات في اليورو، بالأمس كان في فوز لهولندا على تركيا، فوز لإنجلترا، تأهل فرنسا مع إسبانيا. هنشوف نصف نهائي ناري جدا في بطولة اليورو في ألمانيا. نخرج إلى فاصل ثم نواصل. منذ لحظات وصل النجم المصري محمد النني إلى معسكر منتخبنا الأولمبي استعدادا للدخول في معسكر مغلق والتحضير والسفر مع المنتخب الأولمبي إلى باريس خلال الساعات القادمة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري. قدامنا على الشاشة يمكن صور خاصة نشرها اتحاد الكرة ظهر اليوم في كواليس وصول محمد النني إلى معسكر المنتخب والتقائه بروجير ميكالي المدير الفني البرازيلي لمنتخبنا الأولمبي والكابتن محمود حرب قدامنا على الشاشة هو مدير منتخبنا الأولمبي. أكيد المنتخب بيستعد للسفر إلى بوردو في فرنسا يوم الأربعاء اللي جاي عشان خد مباراتين وديتين مع أوكرانيا والعراق يوم 14 ويوم 17، وشايفين طبعا من خلال الصور استقبال حافل من الجهاز الفني من خلال ميكالي ومحمود حرب وتياجو وعادل مصطفى وسيد السويرك وليوناردو وجواو وخالد سرحان المترجم لنجم كبير محمد النني اللي بالتأكيد اللي كان حريص التواجد مع المنتخب في هذه اللحظات قبل السفر إلى فرنسا. طيب تأكيدا لهذه التفاصيل ومزيدا من أخبار جديدة وكواليس جديدة معنا على التليفون الكابتن محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي. كابتن محمود مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ يا رب تكون بخير، ونتمنى يا رب موافقة يعني مشاركة موفقة في الألعاب الأولمبية في باريس يا رب إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بدعواتكم وبدعوات الشعب المصري كله ان شاء الله ان شاء الله. عايز اطمن منك بس على برنامج الفريق. المعسكر بدا من يوم الجمعه، النهارده النني انضم للمعسكر. السفر امتى؟ برنامج الفريق حتى اول مباراه في فرنسا باذن الله. احنا الحمد لله بدانا المعسكر من يوم 5 وبدانا تمريناتنا من اول يوم. معسكرين ان شاء الله في القاهره لغايه يوم 10، وبعد كده يوم 10 هنسافر على طياره خاصه ان شاء الله الى مدينه بوردو. هنلعب خلال الفترة زي ما حضرتك قلت مباراتين يوم 14 ويوم 17 مع أوكرانيا والعراق. يوم 18 إن شاء الله هنسافر على مدينة نانت، المدينة اللي إن شاء الله فيها مجموعتنا، هنلعب فيها مجموعتنا إن شاء الله. انضم لينا النهارده برضو كابتن النني وكابتن زيزو، لسه واصل حالا برضو، انضم حوالي من ربع ساعة كده، يبقى اكتمل المنتخب إن شاء الله كله إن شاء الله. وعندنا تمريننا النهارده الساعة 7:30 بالتمام لكل أعضاء الفريق يعني إن شاء الله. كده ال 22 لاعب بالتمام والكمال مع روجيري ميكالي خلاص. تمام تمام. إن شاء الله. السفر يوم الأربعاء بالبعثة بالكامل لخوض المباريات الودية والتحضير. في أي حاجة جهاز المنتخب محتاجها؟ في تواصل أكيد مع اتحاد الكورة، اجتماعات مع وزير الرياضة، الأمور كلها الحمد لله ماشية بشكل كويس؟ لا لا كله تمام، مجلس الإدارة بالأستاذ جمال علام وفر لنا كل حاجة صراحة، والدكتور أشرف صبحي طبعاً متابع معانا خطوة بخطوة كل حاجة. يعني متابعه يوميه تقريبا، وكل حاجه الحمد لله ميسرها، ومش ناقصنا غير دعائكم عشان ربنا يكرمنا كده ان شاء الله. هل هيبقى كابتن المنتخب في البطوله او في الالعاب الاولمبيه معروف من دلوقتي، ولا هيبقى ممكن تعزيل بدخول النني وزيزو يا كابتن محمود؟ لا ان شاء الله كابتن المنتخب هيكون كابتن محمد النني. هو هيكون كابتن المنتخب، وده باتفاق مع كابتن ابراهيم عادل كابتن الفريق والمدير الفني مستر ميكالي، فاستقرينا ان شاء الله هيكون كابتن النني هو كابتن المنتخب ان شاء الله. استقبال ميكالي النهارده للنني، انا شفت حتى في الصور ابتسامه وضحك، وفي يعني سعاده لدى الجهاز الفني بوجود نجم كبير زي محمد النني مع المنتخب الاولمبي. عايز اعرف يعني كواليس الاستقبال ومدى سعاده ميكالي بتواجد القوام اللي كان هيستعد بيه لباريس ان شاء الله. والله طبعا اضافه لينا كابتن النني وكابتن زيزو، اضافه للمنتخب زي ما قلت لك، احنا ان شاء الله 22 راجل طالعين معانا شايلين اسم مصر، ان هم ان شاء الله يحققوا حاجه اذا كانوا لعيبه الاولمبيين او اللعيبه الكبار. حتى احب اشكر اللعيبه حتى اللي شاركت معانا في التصفيات ايام كاس الامم، وما يعني ما ساعدناش الحظ ان هم يكونوا معانا ويكملوا معانا لظروف ايا كانت اصابتهم او ما تمش اختيارهم، لكن كل الناس دي شاركت ان شاء الله في الانجاز اللي احنا رايحينه. فاضافه طبعا كابتن نني، اكيد المدير الفني مقدر نجوميه كابتن نني وكابتن زيزو، والاضافه اللي هيضيفوها للفرقه ان شاء الله ككباتن كبار من كباتن مصر أكيد بإذن الله. في أي تفاصيل متعلقة بمشاركة المنتخب حتى في افتتاح الدورة الأولمبية، تواجد مع
في طابور العرض بخصوص رفع علم مصر في الدورة الأولمبية، هل فريق الكورة هيكون مشارك ومتواجد؟ للأسف هي فرق الكورة أو يعني نشاط الكورة عامة مش بيبقى مشارك في الافتتاح، لظروف ان الكوره اصلا بتبدا قبل الدوره الاولمبيه، يعني الدوره الاولمبيه بتبدا 27، احنا اول ماتش عندنا بيبقى قبل البطوله ما تبدا اصلا، فيعني هي كوره، وبعدين الكوره ما بتقعدش في القريه الاولمبيه، بتقعد في فنادق بره في مدن مختلفه يعني. اكيد. فللاسف الكوره لان الافتتاح يوم 27 احنا يبقى عندنا ماتش يوم 28، فهتبقى في صعوبه ان تتواجد الكوره في افتتاح الاولمبيات، وده طبعا معروفه يعني الكوره دايما ما أكيد. بتشاركش لان بدايتها قبل الاولمبيات ما بتبدا عشان عدد الماتشات كتير. عموما احنا معاكم على طول في كافه التفاصيل وفي كل اللحظات عشان نطمئن عليكم. شكرا ليك كابتن محمود وموفقين باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا 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 جزيلا. كانت مداخله مهمه جدا عشان نطمئن على منتخبنا في الساعات الاخيره واللحظات الاخيره قبل السفر يوم الاربعاء اللي جاي، وتاكيدا لكلام الجهاز الفني والجهاز الاداري، قوام البعثه بالكامل مسافر يوم الاربعاء، المشاركه في مباريات وديه، السفر الى باريس بعد ذلك، هم طبعا هيكونوا موجودين في بوردو للعب مباريات وديه النهارده خلاص، ويمكن ده خبر ممكن النهارده نكتبه حتى استرباع على الشاشه يا جماعه، ان خلاص المنتخب الاولمبي يعلن ان الكابتن محمد النني هو هيكون كابتن المنتخب في الالعاب الاولمبيه في باريس. يمكن خلاص يمكن ده خبر خاص واعلنه بشكل رسمي الكابتن محمود حرب ان محمد النني هيحمل شاره الكابتنه لمنتخبنا الاولمبي في الالعاب الاولمبيه في باريس خلال مشاركته في المباريات الرسميه مع الدومينيكان واوزبكستان ومنتخب اسبانيا، طبقا لترتيب المباريات المتتاليه اللي هتنطلق باذن الله يوم 24/7 ثم مواجهه اخرى يوم 28/7 واللقاء الختامي امام منتخب اسبانيا. كلام مهم جدا واعتقد ده خبر مهم جدا كان لازم دلوقتي نقوله ونعلنه ونكتبه حتى على الشاشه لكل الساده المشاهدين ان النني هيكون هو كابتن المنتخب الاولمبي في الالعاب الاولمبيه في باريس. طبعا كمان احمد سيد زيزو طبقا لتصريحات الكابتن محمود حرب متواجد حاليا في المنتخب الاولمبي، تواجد او انضم للمعسكر منذ حوالي نصف ساعه، وكده نقدر نقول ان القوام الاساسي للمنتخب تواجد الحمد لله 22 لاعب، عارفين ان القائمه الاساسيه 18 لاعب في هذه البطوله، في اربع لاعبين احتياطيين بيبقوا موجودين لو لا قدر الله في اي اصابات او في اي حاجه، ولكن في النهايه نتمنى يا رب التوفيق للمنتخب. مشوار طويل جدا على فكره للمنتخب الاولمبي على مدار اكثر من سنتين، تحضير مباريات وديه، مباريات رسميه، دوره الالعاب الافريقيه الاندر 23 اللي اتلعبت في المغرب، الوصول للمباراه النهائيه مع منتخب المغرب، مشوار طويل جدا باذن الله يكلل بالنجاح في باريس خلال الشهر الجاري. منتخب الدوره الماضيه مع الكابتن شوقي غريب في طوكيو وصل للكوارتر فاينل، ان شاء الله باذن الله نحافظ على الاقل ان احنا نوصل للدور التالي، ونتمنى يكون في انجاز جديد ان احنا نوصل على الاقل للسيمي فاينل، ولما لا؟ محدش عارف الخير فين، ممكن يا رب ان شاء الله يكون في يعني نقطه ضوء جايه كده من بعيد من خلال هذا المنتخب يحقق اي حاجه في ظل ان كل المنتخبات وكل المشاركات للمنتخبات الناشئين والشباب والاول في عهد اتحاد الكره الحالي لم تحقق اي شيء طوال فترة انتخاب هذا المجلس على مدار حوالي سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات، ما فيش حاجة اتحققت أبدا إلا المنتخب الأولمبي، وصل فاينل دورة الألعاب أو بطولة الأفريقية تحت 23 سنة وتأهل إلى الألعاب الأولمبية، نتمنى يا رب في باريس بقى يكون في ميدالية أو حتى الوصول للسيمي فاينل. طيب ده أمر متعلق بالمنتخب الأولمبي. نروح لموضوع تاني، ويمكن النهاردة وزارة الشباب والرياضة أعلنت في بيان رسمي إن هي قررت فتح تحقيق في ملابسات سفر أحمد رفعت الله يرحمك يا أحمد لوجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية. قدامكم على الشاشة ده البيان الرسمي اللي صدر على صفحة وزارة الشباب والرياضة، وصدر قرار بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة للتحقيق في كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب. القرار كمان شمل تشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات اللي كان تم تقديمها من نادي مودرن سبورت، ده الاسم الجديد لنادي فيوتشر، وكمان الاتحاد المصري واللجنة الأولمبية المصرية في هذا الشأن. الوزارة كمان قالت إن هي هتعلن فور الانتهاء أو فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات في هذا الشأن. طبعا اللي تم إثارته في الرأي العام وفي الإعلام في الساعات الأخيرة إن القرار الوزاري اللي صدر للاعب إن هو مسافر
لقضاء فترة معايشة، والناس استغربت ازاي لاعب عنده 29 سنة او 30 سنة يقضي فترة معايشة، هو المفروض عنده عقد احتراف رسمي جاي للنادي، وبالتالي البيانات اللي صدر على اساسها القرار الوزاري فيها كلام اكيد مش مفهوم. وعلى هذا الاساس الوزارة اصدرت هذا البيان عشان تفحص وتشوف الخطأ جه منين، القرار صدر ازاي، الاعتمادات دي طلعت منين وفين وازاي. عموما هنستنى ونشوف القرار او التحقيق في هذا الشأن هيثبت في النهاية مين اللي أخطأ ومين السبب في الأزمة اللي تعرض ليها اللاعب في الشهور الماضية. بغض النظر بقى عن هذا الموضوع، لأن الموضوع ده استكمالا لتفاصيل كتير ومشاكل كتير بنواجهها في الساحة وفي الوسط الرياضي وفي المنظومة الرياضية بشكل عام. أي منظومة عايزة تنجح، أي منظومة عايزة تنجح لازم تختار ناس تكون ذو كفاءة وذو قدرات وإمكانيات تؤهلهم لتولي المسؤولية. والمسؤولية هنا مش مسؤولية إدارية أو مش مسؤولية فنية، ولكن مسؤولية الضمير. مسؤولية الضمير بمعنى إن أي واحد يقعد على كرسي المسؤولية لازم يكون عنده ضمير، وهو بيشتغل إنه بيشتغل لمصلحة البلد في المقام الأول، وبيشتغل لمتطلبات المكان اللي هو بيشتغل فيه. لعيب جاي له عقد احتراف، الأمور تمشي بشكل سليم. لعيب هيجدد عنده، الأمور تمشي بشكل سليم. ناس بتدير المنظومة وبتعمل دوري وبتعمل مسابقات تديرها طبقا للقواعد اللي بيحددها الاتحاد الدولي. حاجات كتيرة، حاجات كتيرة احنا شايفينها غلط، وحاجات كتيرة احنا بنتكلم فيها هنا، وللأسف الناس بتقعد تعاند في الغلط. أنا مش هتكلم على مثال معين أو أمثلة معينة، أنتوا عارفين الأمثلة كتيرة والمشاكل كتيرة والتخبط في القرارات كتيرة جدا، ما بين لوائح ما بتطبقش، ما بين مجاملات في التعيينات، ما بين مجاملات في تبوق مناصب لناس غير مؤهلة لإدارة سواء أندية أو اتحادات. شايفين أخطاء كتيرة، شايفين منتخبات بتسافر ما بتحققش حاجة، شايفين حكام بتتعرض لمواقف كتيرة غلط محدش بيقف معاها، شايفين ناس بتدير مسابقات بعقلية الثمانينات والسبعينات، ومحدش عايز ياخد أكشن ولو لمرة يعدل حاجة في المنظومة اللي احنا شايفينها. والإعلام على قد ما بيقدر، مش هجمع الإعلام أو الصحافة، بس الناس على قد ما بتقدر، اللي بيبقى على قد ما يعني ربنا بيقدر يقول حاجة بيقولها. يعني أنا مش عايز أتكلم على الأشمل أو الكل، كل واحد حر في طريقة شغله وإدارته لشغله، ولكن والله يا جماعة في الإعلام في ناس بتحاول تقدم حاجة، في ناس بتحاول تقول يا جماعة في مشاكل في كذا، ولكن طبعا للأسف إحنا بنعاني لأن المنظومة كلها مش متكاتفة. المنظومة كلها أو مش كلها، مش عايز أتكلم بالأشمل، بس في ناس بتقلبها دايما انتماءات لما بنتكلم في قضية، بتقلبها دايما شخصنا اللي إحنا عندنا موقف مع حد، بتقلبها دايما اللي إحنا لينا مصلحة في حاجة معينة، ولكن والله لا لينا مصلحة مع حد ولا عايزين حاجة من حد، وكل اللي احنا بنتكلم فيه بنهدف فيه الصالح العام للمنظومة دي وللبلد دي. لأن الرياضة والكرة تحديدا هي أكتر حاجة في البلد أو في أي دولة ممكن تقودها للأمام، كصناعة، كاستثمار، كتطوير، كقدوة للشباب اللي موجودين في الشارع. حاجات كتيرة جدا المنظومة دي لو اتعدلت هتعدل تفاصيل كتيرة، بس للأسف احنا بنتكلم في أخطاء بتحصل، محدش بياخد قرارات ويقول إن في غلط حصل. لا، الناس بتعاند في الغلط وبتستمر في الغلط، كل حاجة غلط. آخر حاجة في عهد الاتحاد الحالي ده المنتخب الأولمبي، لو لا قدر الله المنتخب ده ما حققش حاجة، الناس دي هتخرج من المشهد وهي 0 من 10. الرابطة اللي بتدير المسابقة ما بنشوفش صور اجتماعات، ما بنشوفش صور تثبت ان الرابطة دي بتشتغل بعمل مؤسسي، ما بنشوفش في الرابطة هياكل إدارية تؤكد ان في إدارة للاستثمار، إدارة للتطوير، إدارة للمسابقات، مش عارفين حتى إدارة المسابقات مين هي الإدارة. كل حاجة بيتم إدارتها بطريقة الوان مان شو. عشان كده النتيجة اللي احنا شايفينها دلوقتي ده نتاج كل المشاكل اللي احنا شايفينها آخر 5 6 سنين، وهتستمر لو فضلنا ماشيين بنفس الشكل. التحقيق اللي هيتعمل في موضوع أحمد رفعت أتمنى يكون ليه نتائج، ولما يكون ليه نتائج تكون فيه قرارات، واللي غلط مش يتعاقب، يخرج من المشهد، يخرج من المشهد كله. لأن الوسط ده محتاج ناس جديدة بتحب البلد،
بتحافظ على شباب هذا البلد تاخد قرارات تقود الرياضة والكورة للأمام. والموضوع سهل ومش صعب، بس ناخد قرار. دي كانت أبرز التفاصيل اللي النهاردة كنا عايزين نبدأ بيها، موضوع منتخبنا الأولمبي وبيان وزارة الشباب والرياضة. فاصل ثم نواصل. بكرة في مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري العام. طبعا في 11 انتصار متتالي للأهلي، بيقترب من المنافسة مع بيراميدز على الصدارة في عدد 4 مباريات مؤجلة. لسه هنشوف المشوار الفترة اللي جاية، مباراة بيراميدز يوم الجمعة اللي جاية بإذن الله، بعدها مباراة مودرن سبورتس، ثم مباراة بيراميدز، وتوالي المباريات حتى يوم 16/8. عموما بعد الراحة السلبية اللي خدها الفريق على مدار 48 ساعة، محتاجين دلوقتي نروح لملعب التتش بالجزيرة وفي مقر النادي الأهلي الرئيسي، نسمع ونشوف من زميلنا شريف شعبان موفد قناة الأهلي كيف يستعد الأهلي لمباراة طلائع الجيش من خلال مران أول وأخير. من بعد المباراة الأخيرة مفيش غير تدريب واحد اللي هو هيبدأ النهاردة الساعة 6. نسمع من خلال شريف إيه التفاصيل بالتأكيد قبل الدخول في معسكر مساء اليوم استعدادا للقاء الطلائع غدا. شريف مساء الفل، إزيك؟ اهلا بك يا زميلي محمد، تحياتي ليك طبعا ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بالتاكيد زي ما تفضلت وقلت، ضغط المباريات، توالي المباريات، ما شاء الله نمسك الخشب، 11 فوز متتالي. فمستر كولر ادى اجازه 48 ساعه امبارح واول امبارح، والنهارده تمرين وحيد ثم دخول المعسكر قبل ليله طبعا مباراه طلائع الجيش اللي هتكون مباراه قويه جدا بكره باذن الله. طيب شريف، عايز اسالك على هل في إمكانية لبعض اللعيبة كانت موجودة في المباريات الأخيرة ممكن تتواجد في قائمة بكرة؟ هل التدريب النهاردة، طبعا ليلة المباراة انت فاهم مش هيكون تدريب قوي، هيبقى تدريب خفيف، فبالتالي الجهاز الفني ما عملش تدريبات تخصصية أو استعد بشكل فني لماتش الجيش نتيجة ضغط الماتشات يعني؟ تمام زميلي محمد، خليني اقول لك في المواقف اللي زي ديت، يعني بيكون طبعا احنا في اخر الموسم، فطبعا الاحمال التدريبيه لكل الفريق واصله لاوج تالق يعني او الكباستي عنده عالي جدا يعني، فاحماله فلو ادى اجازه يوم او يومين مفيش مشاكل خالص. توالي المباريات وضغط المباريات في ضغط عصبي ونفسي وتكتك وبدني وكل زي ما انت عاوز تقول يعني، فالراجل بيحاول يفصل اللعيبه شويه عشان يكمل توالي الانتصارات يعني. فادى اجازه يومين، النهارده بيمرن، النهارده تمرين خفيف عشان بكره عنده مباراه، فلازم كان ينزل بالحمل النهارده يعني. فالنهارده التمرين كله هيبقى تكتيك. النهارده الراجل معودنا الفتره الاخيره بيبقى فيه روتيشن في جميع المراكز، من اول حراسه المرمى الى المهاجم، وبيتكلم مع اللاعبين كلهم في غرفه الملابس ان الفتره الجايه الكل هيشارك، الكل هياخد فرصه، ولكن هنا الفرصه عند اللاعب بقى، اما اديك فرصه استغلها وامسك فيها وقدم نفسك ليا قبل ما تقدم نفسك للجمهور يعني، وانت قناعاتك وقناعاتي هتوريني في الملعب انت بتنفذ قد ايه من الفكر بتاعي، هتخليني اقيم في اخر الموسم اذا كنت تستمر او ما تستمرش معانا في الفترات المقبله. فالروتيشن موجود لكل اللاعبين، ما حدش ضامن مركزه خالص من اول حراسه المرمى الى مركز المهاجم، فالكل عنده فرصه المشاركه في المباريات المقبله. مباراه بكره بالتحديد، النهارده هيكون في محاضره فنيه علشان اللعيبه تشوف نقاط القوه والضعف الفريق طلائع الجيش. احنا لعبناهم من فتره قريبه، فاللعيبه برده متعرفه اكتر على فريق طلائع الجيش، ولكن كولر بيهتم بالتفصيل، والكره العالميه او الكره اللي عاوز ينجح لازم يهتم بالتفصيل. كره القدم هي التفاصيل يعني، فالراجل ده ما بيسيبش تفصيله للتفصيل الا ما بيشتغل عليها يعني، فالراجل بيشتغل على كل التفاصيل. النهارده في المحاضره الفنيه هيتكلم على نقاط القوه والضعف، ثم التمرين هيكون تكتيك طبعا، جمل تكتيكيه، طريقه اللعب، التحضير، كل حاجه في اساليب التكتيك، ويخش معسكر لمباراه بكره. اي 11 بكره موجودين في الملعب تاكد باذن الله لا يكون هم دول ال 11 الجاهزين جدا لاداء هذه المباراه، اهم حاجه بس يكون بكره الفوز من نصيب النادي الاهلي عشان نقرب خطوه كبيره جدا نحو الصداره المحببه لكل جماهير النادي الاهلي. طيب شريف، اخر سؤال، هل التقيت بدكتور احمد جاب الله طبيب فريق النادي الاهلي؟ هل في مستجدات بيرسي تاو؟ طيب ممكن يكون جاهز للمباريات امتى ولا مفيش جديد؟ وانا عارف كمان بعد شويه لما يبدا التدريب حسب تصريحات كولر في المؤتمر الصحفي لاخر لقاء النهارده هيكون مشاركه لكهربا بعد قرار فني اتخذه كولر في الفتره الاخيره. تمام، احنا على الفترات الاخيره كولر اتعرفنا عليه عن قرب، الراجل ليه سيستم معين، اي لعيب يعني ممكن ما ينفذش تعليمات او لعيب يشتكي من بعض الاصابه، فالراجل بيدي الاول لعيب راجع من اصابه بيديله اريحيه كامله خالص عشان خاطر يرجع سليم مليون في الميه. اللعيب اللي مش بينفذ تعليماته ممكن ياخره شويه او يبدله شويه او يستبعده شويه بعد كده يرجعه تاني، كلها امور داخليه جوه الفرقه كولر بيعرف يتعامل معاها بكل احترافيه شديده جدا، معاه مدير كوره قوي جدا هو الكابتن خالد بيبو، بينفذ كل التعليمات طبعا اللي عاوزها مستر
الكرر، واللعيبه بتثق في الكابتن خالد بيبو، وما شاء الله مسيطر سيطره كامله طبعا على فريق النادي الاهلي، والكل بيعمل له حسابه وكلامه مسموع من اول لاعب، من اكبر لاعب لاصغر لاعب. يعني النهارده هنشوف التمرين اللي ممكن يحصل في التمرين، ممكن مين يشارك مين ما يشاركش، بس باذن الله الكل هيشارك النهارده. بيرسيتاو الدكتور جاب الله يمكن قال لك على مباراه الجيش هيكون اقترب من الشفاء، النهارده هيبان في تمرينه، يعني اذا هياخد التمرين النهارده كامل ولا جزء من التمرين، ولكن خلاص المؤكد ان كل اللاعبين ما شاء الله رجعت من الاصابات، كان عمر كمال ودخل في المباراه السابقه، النهارده باذن الله بيرسيتاو هيكون موجود باذن الله في جزء من المران او المران بالكامل، هيبان في المران، ولكن باكد لك زميلي محمد ان كل اللاعبين ايضا الان اصبحت جاهزه طبعا تحت قياده مستر كورر، ايا كان بقى يقدر يختار منهم اللي شايفه، ولكن هو بس النهارده بيرسيتاو هو اللي ممكن هنشوف النهارده هذه التمرينه كلها كامله ولا لا. ويتفضل بس علي معلول، ويا رب باذن الله، يا رب باذن الله تكمل كده لنهايه الموسم باذن الله، علشان يبقى الاوراق كلها متاحه لمستر كورر طبعا باذن الله. باذن الله. زميلنا شريف شعبان موفد قناة الأهلي من مقر النادي الأهلي الرئيسي في الجزيرة، شكرا جزيلا لك على كافة المعلومات والإيضاحات بخصوص قرار كولر بمشاركة كهربا النهاردة في المران الجماعي. الدفع بيرسيتاو ده هيبان بعد مباراة طلائع الجيش وآخر الترتيبات للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم. نخرج إلى فاصل ثم نواصل. استكمالا لحالة اللغط اللي احنا شايفينها في الوسط الرياضي بشكل عام، وانا كنت بقول لحضراتكم القصة مش رياضة وكورة بس، النهاردة كمان في مشكلة جديدة ظهرت على السطح، وبأكد لكم الأيام اللي جاية هيبقى في مشاكل تانية ولسه اللي جاي هيبقى أكتر، نتيجة إن اللي بيدير عنده أخطاء كتيرة جدا. النهاردة فريدة عثمان اللي بقى لها 4 سنين بتستعد للألعاب الأولمبية في باريس أعلنت من خلال حساباتها الرسمية غيابها عن المشاركة في باريس بسبب تضارب في تفسير بنود لائحة التأهل، فالعدد محدود. تخيلوا لما لاعبة بيتصرف عليها ملايين عشان تستعد وتسافر وتشارك في باريس، وفي الآخر الناس اللي مسؤول عنها سواء بقى اتحاد أو لجنة أولمبية أو أيا كان مين، أتمنى يكون فيها تحقيق في الموضوع ده كمان، التحقيقات الفترة الجاية يبقى كتير واللجان اللي هتشكل تبقى كتير. تعالوا شوفوا فريدة كتبت إيه. ببالغ الأسف ولأسباب خارجة عن إرادتي أعلن أنني لن أكون ضمن بعثة مصر المشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس. لقد بدأت برنامج التدريب من أول الموسم للوصول إلى أفضل مستوى ممكن لهذه الدورة، وعندما طلب مني تمثيل مصر في بطولة العالم بالدوحة ودورة الألعاب الإفريقية بغانا لم أتردد للحظة عن هذا الشرف، وحصلت بالفعل من خلال هذه المسابقات على الميداليات المطلوبة، رغم علمي بمدى تأثير هذه المشاركات على البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني لمشاركتي في الدورة الأولمبية. وكان الرقم اللي حققته مع كل هذه الظروف الصعبة هو 24 ثانية و7 من عشرة في سباق 50 متر حرة، وبفارق 2 من 100 من الثانية عن رقم 24.70 A. وعلى هذا الأساس تم إبلاغي رسميا من اللجنة الأولمبية أن أنا هشارك في الدورة الأولمبية، ولكن للأسف في آخر مراحل الاستعداد نتيجة تضارب في تفسير بنود لائحة التأهل للألعاب الأولمبية تم إفادتي مرة أخرى أنني لن أتمكن من المشاركة في باريس. تخيلوا لما يكون رئيس اتحاد السباحة اللي هو رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بيفسر اللائحة غلط، ده مش كلامي، ده كلام اللاعبة فريدة عثمان. ومين أجبرها على المشاركة في كأس عالم في الدوحة ولا دورة ألعاب الإفريقية اللي اتلعبت في غانا؟ مين اللي أخبرها على المشاركة في بطولات زي دي؟ هي بتقول ممكن تؤثر على مشواري وأنا عايز أجيب رقم عشان أتأهل إلى باريس. مين؟ خدوا بالكم المشاكل من أيام كرم جابر ودلوقتي فريدة عثمان وألعاب كتيرة ولاعبات كتيرة سواء في الملاكمة أو في تنس الطاولة أو بيواجهوا مشاكل إدارية كتير. أنا مش بقول لكم هي المشكلة مش في الكرة بس، المشكلة في المنظومة كلها. طيب معانا على التليفون الزميل والكاتب الصحفي والناقد الرياضي محمد ناجي المختص والمتابع لشأن الألعاب الفردية والجماعية في الفترة الأخيرة، واللي بالتأكيد عنده تفاصيل أكتر بشأن اللاعبين واللاعبات اللي المفروض هيشاركوا في الألعاب الأولمبية في باريس. محمد مساء الفل. مساء الفل محمد، أخبارك يا حبيبي؟ الله يسلمك، الحمد لله بخير. عايز أعرف منك موضوع فريدة عثمان، قضية هي ظهرت على السطح مشاركة لاعبة في بطولات ممكن تؤثر على مشوار تدريبها واستعدادها لباريس، ارقام حققتها ما كانتش مؤهله، والبقى الادهى من كل ده تفسير اللوائح الغلط، والمفروض المسؤول عن السباحه
رئيس اتحاد السباحه ورئيس اللجنه الاولمبيه. ايه المشكله دي يا محمد ومين اطرافها وازاي لاعيبه بيتصرف عليها ملايين ما تشاركش؟ يعني انا عايز اعرف الموضوع ده عند مين ومشكلته فين؟ والله بجمله المشاكل والقضايا اللي احنا بنقابلها الايام اللي فاتت دي وفي الغالب انها مكمله معانا شويتين ثلاثه نظرا لسوء التخطيط والاداره، كل حد بيبقى موجود على راس الاداره اللي سواء بقى اتحاد لجنه اولمبيه بيفكر لهدف شخصي يعني لتحقيق انجاز شخصي ليه يعود عليه. ما فيش حاجه اسمها الصالح العام، ما فيش حاجه اسمها مصلحه لاعب، ما فيش حاجه اسمها مصلحه بطل. ده فريد عثمان دي بطل اولمبي يعني لعيبه مشاركه في ثلاث اولمبيات قبل كده في لندن ريو بعد كده طوكيو، لندن 12 ريو 16 طوكيو 2020 وكانت مرشحه بقوه للمشاركه الرابعه وكان هيبقى رقم وانجاز كبير جدا في تاريخها وتاريخ السباحه المصريه ان يكون سباحه مصريه مشاركه في اربع اولمبيات متتاليه. كانت كل هدفها واحلامها انها تشارك في باريس 2024 معاها ثلاث ميداليات في بطولات عالم في 2017 و2019 و2024 مره واحده نتفاجئ كلنا بانه لا فريده مش موجوده مش هتشارك في الاولمبياد مع ان اللجنه الاولمبيه كانت اصدرت او كانت اكدت ان فريده اوريدي محققه المينيمم اللي هو البي كات يعني انت بيبقى في الاي كات ده اللي هو الرقم التاهيلي المباشر للالعاب الاولمبيه. فريده محققه البي كات اللي هو الرقم التاهيلي التالي للقصه دي لكن هم ما خدوش بالهم ودي طبعا كارثه يعني مش حاجه اسمها ما خدوش بالهم؟ ما خدوش بالهم حرفيا ما خدوش بالهم. اتحاد السباحه بالكامل بخبراته باداريينه بمسؤولينه مش واخدين بالهم؟ بعد ما فريده طلعت اعلنت الكلام ده بعديه بحوالي اقل من ساعه اتحاد السباحه اعلن ان في لعيبه ثانيه اسمها زين عبد الله ولعيبه كويسه جدا ولعيبه واعده ومن ضمن اللاعبات المهمين في السباحه في مصر في السنين اللي جايه هي هتشارك لانها خدت المقعد الافريقي. هو القصه كلها يا محمد انت لو ما قدرتش انك تتاهل عن طريق ان انت تجيب الرقم التاهيلي زي ما مروان القماش السباح المصري عمله هتضطر تستنى لان انت تاخد المقعد الافريقي او المقعد القاري بتاعك يعني. فانت اوريدي فريده محققه التارجت ده بس انت كلا انت كسباح من حقك انك تاخد الكوته دي مره واحده بس ما تقدرش انك تحققها بعد يعني لو مش كل مره لو انت ما جبتش الرقم التاهيلي هتاخد الكوته القاريه. لا الكوته القاريه هتروح لحد تاني وهو الدليل على كده انه لجينا اصلا خدت الكوته القاريه في سباق تاني مختلف تماما عن السباق اللي فريده بتلعب فيه. يعني فريده بتلعب في 100 متر حره و100 متر 100 متر فراشه دول السباقين اللي فريده بتشارك فيهم سواء في الاولمبيات اللي فاتت او لو كانت هتشارك في الاولمبيات الجايه كانت هتنزل عليها. لجينا هتشارك في 200 متر حره سباق تاني مختلف تماما خالص. طبعا فرق شاسع خبرات فرق شاسع تعداد و انت بتتكلم في انه فريده مهما كان بالرغم منه مثلا يعني الثلاث ميداليات اللي حققتهم على مستوى العالم هم ثلاث ميداليات في سباق ما كانش اولمبي بس اوريدي في نفس تخصصها يعني السباق اللي هي كانت بتحققها فيه الثلاث ميداليات دول 50 متر فراشه ناجي السباق اللي هي بتخش فيه في الاولمبياد 100 متر فراشه. طب بقول لك هو ده الفرق يعني. طب احنا في طوكيو حققنا كم ميداليه؟ طوكيو حققنا ست ميداليات. كم؟ ست ميداليات. باريس هو الرقم الاكبر في تاريخ مصر. طيب باريس مش الافضل المفروض بقى يبقى سته في باريس او نزيد. توقعاتك ايه بما انك انت يعني قريب جدا من الملفات دي؟ هل ممكن نجيب سته ولا لا لا مستحيل نجيب الرقم ده. انا اتمنى طبعا ان وجهه نظري تبقى غلط يعني انا عشان اكون امين في طرحي او في كلامي ليك انا اتمنى ان وجهه نظري تكون غلط. ما عنديش ادنى مشكله ان انا اطلع حتى بعدها واقول والله يا جماعه يا ده البعثه المصريه فاجئتنا وفاجئتنا كلنا ودي حاجه هتكون مصدر سعاده لينا كلنا ان احنا أكيد. نقدر نحقق اكثر من ست ميداليات وده هيكون حاجه بالنسبه لنا كلنا مبسوطين بيها. طبعا. لكن بالورقه والقلم وباللي احنا شايفينه
على الارض، انا اعتقد ان ماكسيموم الرقم اللي ممكن نوصل له ما بين 3 أو 4 ميداليات، يعني اتمنى ان احنا بس نقدر ان شاء الله كمان نحققه. يعني المنافسه في الاولمبياد هتكون صعبه جدا، الناس مش متاوله، احنا رايحين ببعثه كبيره جدا، دي حاجه كويسه، بس في نفس الوقت مش مركزين على الالعاب اللي احنا المفروض انت متارجت نفسك فيها وبتستهدف ان هي دي الالعاب اللي انا رايح مركز ان انا اجيب فيها ميداليات. انت بتصدر لعيبتك في مشاكل واخرها مشكله فريده دي. تمام يا محمد، يعني المفروض ان الدنيا تكون في غنى عن القصه دي وعن الامور دي خالص. طيب زميلنا محمد ناجي الناقد الرياضي، شكرا جزيلا ليك، وضح لنا كلام كتير قوي، وبصراحه بيني وبينكم ملايين بتتصرف على الارض، ولاعبه شاركت دورات اولمبيه 3 مرات ودي الرابعه ما راحتش، وفي الاخر مش عارفين نحسب ونشوف اللائحه بتقول ايه من رئيس اتحاد هو رئيس لجنه اولمبيه. طلعونا فاصل يا جماعه. طيب نروح لاخر اخبار الترند، والبدايه هتكون مع ترند الاهلي، والبدايه من حساب اليوم السابع، كهربا ينتظم اليوم في التدريبات الجماعيه للاهلي بفرمان كولر، ودي المعلومه اللي كان قالها كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراه الاخيره، قال كهربا هيكون معانا في اول تدريب بعد العوده من الراحه السلبيه. ملعب القاهره 24 بيتكلموا على ان مدرب حراس الاهلي يطلب عدم مشاركه الشناوي امام طلائع الجيش، وقالوا ان الشناوي كان بيعاني من الاجهاد بسبب المشاركه في مباريات متتاليه لانه كان غايب فتره طويله بسبب اصابه منعته من التدريبات 4 شهور. انا عايز اكد لحضراتكم ان القصه مش بتدار بهذا الشكل، في سيستم الجهاز الفني محضره مع اللعيبه، والجهاز الفني محدد مين هيكون اجازه وراحه في مباراه للتحضير للماتشات اللي جايه، ولكن ما فيش فكره ان المدرب عايز يريحه واللاعب معترض. الشناوي ريح هو وامام عاشور وعبد المنعم المباراه اللي قبل الماضيه، وبعد كده لعبوا الماتش اللي جاي عشان في مواجهات تانية جايه الفتره الجايه، وفي لعيبه ريحت في ماتشات تانية ولعبوا في ماتشات، ولاعيبه بيحصل في روتيشن في التشكيل عشان ضغط المباريات، ولكن مش فكره اللاعب عايز ايه، الجهاز الفني عنده معدلات اللياقه البدنيه والارقام الخاصه بالمستوى البدني، فهو اللي بيحدد مين يريح ومين يلعب. كره بلس بيتكلموا على ان كولر يطالب بحسم صفقه محمد علي بن رمضان، ده كلام نشر النهارده في صحيفه المغرب التونسيه، وناس كمان يبقى ايه ومصدر جزائري قال يعني مغرب تونس جزائر. كولر يطلب من الاهلي ضروره الحسم التعاقد مع محمد علي بن رمضان لاعب في احدى الانديه المجريه خلال الانتقالات الحاليه. عموما لسه الملف ده مفتوح الايام اللي جايه ومش هنتكلم فيه بتفاصيل دلوقتي. الوطن سبورت بيقولوا لاعب جديد يلحق بموديست ويرحل عن الاهلي. الوطن النهارده بيتكلم على ان يعني اليو ديانج جات له عروض رسميه من السعوديه والامارات وممكن يلحق بموديست، بس طبعا الامر هيبقى مختلف، هنا عرض احتراف وهنا لعيب تعاقده بينتهي. عموما برضو الملف ده لسه فيه تفاصيل جايه الفتره اللي جايه. طرحنا سؤال توقعاتكم لماتش الجيش ومين ممكن يسجل الاهداف. سامح بيقول التشكيل الشناوي، كريم فؤاد، منعم، ربيعه، هاني، مروان، ديانج، امام عاشور، الشحات، وسام، طاهر. واتوقع فوز الاهلي 3-1 وسام والشحات وامام يسجلوا الاهداف. حسن بيقول ان شاء الله الاهلي يكسب 0-3، امام والشحات ووسام. احمد مصطفى بيقول بتمنى يعني الريتم ما ينزلش من بدايه المباراه زي المباراه اللي فاتت، اتوقع هدفين امام عاشور وابو علي، وسام ابو علي يعني، بتمنى رسالتي توصل للعيبه، الدوري ده مهم جدا عندنا، حاربوا عليه، العبوا بكل رجوله، خلصوا الماتش من الاول واستغلوا الفرص، ابسط الفرص، واثقين في الفريق والجهاز الفني. محمود بيقول اتمنى نريح بعض اللعيبه عشان ماتش بيراميدز، ونبدا بشوبير، هاني، ربيعه، ياسر، عمر، كمال، اكرم، ديانج، قفشه، كريستو، عبد القادر، ووسام. دي كانت ابرز التعليقات على سؤال حلقه النهارده من برنامج الترند. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، بكره مش هنكون معاكم عشان في استوديو تحليل لماتش الاهلي والجيش، وباذن الله نلتقي مجددا في حلقه يوم الثلاثاء. شكرا والى اللقاء.